أنا أهم حاجة يعني عايز أقولها إننا جايين نحتفل، جايين نحتفل بعودة جامعة النيل إلى طلبتها وإلى أساتذتها وإلى العاملين بيها. الحقيقة إن الحكومة متخاذلة جدا، ما بتعرفش تاخد قرارات، يعني الموضوع واضح وصريح جدا، في حكم محكمة لازم ينفذ. احنا تكرمنا وقلنا هنستضيف مدينه زويل لمده سنه، ده ما يديش حجه لمدينه زويل انها تطلب طلبات غير منطقيه اللي هم طالبينها. مدينه زويل طالبين من الحكومه تعويض من جامعه النيل ومن الحكومه، وطالبين يفضلوا في المبنى ده لمده غير نهائيه. لا، الحكومه اللي بتمطن الزويل، زويل فضل مباني. احنا دلوقتي مستنيين الحكومه تطلع القرار. الحكومه واخده النهارده اجازه، رئيس الدوله طلع قال هنسلم جامعه النيل 1/5، وتقريبا كان ناسي ان 1/5 اجازه، والحكومة ناسية ان 1/5 اجازة، وجم يفتكروا امبارح. فاحنا بنتكلم مع حكومة بتهرج، لما الحكومة تقرر تطلع قرار صح تبقى ساعتها جامعة النيل هتخش، انما غير كده لا، الحكومة بتمطل. زويل بقى مقصر عليها مش مقصر عليها، مشكلتنا مش مع زويل، مشكلتنا مع الحكومة. طلعوا القرار وبعد كده نتكلم.